وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.